لأول مرة تكشف مديرية المخابرات عن تفاصيل إحباط أكبر مخطط إرهابي كان عم بيتحضر للبنان. يقبض 2000 دولار على العبود إذا انفجرت ولا إذا انزرع. مشاهد حصرية من داخل غرف عمليات مديرية المخابرات. هيدي العبوة كانت الأكبر ولو تفجرت كانت سببت بسقوط ضحايا كثر بالمنطقة. مداهمات للوحدات الخاصة وقبلات مع خبراء بمكافحة الإرهاب. الوضع على المقعد فجر حلو مما أدى لموته. اللائحة السوداء، التنين 10:15 على الـ MTV.